السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة بعنوان كيف تلاحظ التحسن عند طفلك المصاب بطيف التوحد بعد استعمال بعض المكملات أو بعض الأدوية إذا وصفها لك الطبيب، وكيف يعني تتصرف إذا لم تتحسن الأمور. أتمنى أن يصير الحضور جيد حتى نبدي. إخواني، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أقول لكم شغلة واحدة، أنا أعطيكم تجارب، أريد الكل يستفادون، البعيد والقاصي والداني، حقيقة يعني هواية يستفادون بالمراجعين يمنا، الحمد لله والشكر، وهذا فضل الله علينا أول شيء، وأن يستخدمك الله في أن تنفع الناس، هذا من أجمل الأشياء. هناك ملاحظات مهمة عندما تستخدم المكملات وتستخدم بعض الأدوية النافعة، للبعض خلال مثلا بضعة أيام أو شهر لا يجد فرقا، فيدخل الدكتور يقول أنا والله ابني ما تحسن، فمثلا شهر صار له يقول لي ابني ما تحسن. طبعا الحمد لله أنه الكثير أنا أعرفهم من دخلتهم يجون مبتسمين ضاحكين، فأفرح جدا من أشوف الابتسامة بالوجه، يعني بسهولة يلاحظون الفرق. ولكن ونبه بعض الأخوة يقول لك أنا ابني ما استفاد، أي فتبدأ أنت تسأله شلون ما استفاد، فتبدي يعني تسأل الأسئلة الدقيقة، فتفتهم بعد ذلك أنه هو يقصد أنه بعدها ما تكلم لكنه استفاد بهواي أمور كثيرة. فأنا أفهمكم أنه الفائدة بالنسبة للمكملات أو التحسن بصورة عامة حتى بالتدريب، الفائدة ليس بالضرورة أن تحصل في البداية خاصة الشهر الأول أو الثاني نطقا، وإن كان البعض منهم يعني رأسا يبدأ يعني يتكلم كلمات إضافية ويصير مخزونا لغوي جيد أو يوظفها صحيح الكلمات، لكن إذا نريد نعرف نسوي جدول، الجدول إحنا مسوينه في العيادة. أول واحد تسأله ويتحسن عندك هو اللغة الاستقبالية أو الإدراك والفهم. فمن تشوف ابنك تبدي من تطلب منه شيء أو تتكلم معه، سد الباب، جيب القداح، تشوفه يبدي يفهم الكلمة يفهمها، فبعدها ما واصل لمرحلة أنه يعبر لكن ده يفهم، فهذه تضع لها نقطة. مثلا ابنك كان يعمل أفعال معينة قبل ما تبدأ بالمكملات ومع رحلة التحسين مع التدريب، تخلي نقطة أنه ابني كان بهذا المستوى، بعدين تبدي تقيم التحسن اللغة الاستقبالية، تحسن فهمه لطاعة الأوامر، تحسن فهمه منه يسمعك، انتباهه لاسمه من الصيحة، تفاعله مع محيطه الآخر، الانتباه على دخول الناس وخروجهم، فهذه تعطيها نسبة يعني 20-30% 40% صعودا خلال هذا الشهر، تجي تسجلها تقول دكتور أنا بهذا الشهر حصلت 10-20-30-40% في اللغة الاستقبالية والتي هي توازي الإدراك العام أو الفهم في التواصل. الثاني هي اللغة التعبيرية. اللغة التعبيرية بعض الأخوة يقول لك والله نفس الكلمات كانت عند 10، تسأله تقول له ما بدأ يأشر، يقول لا دكتور بدأ يأشر، يعني كان ما يأشر، إذن التأشير هو تعبير، هذا تحسن كبير. مثلا تجي تقول له ما بدأ من تحكي وياه مثلا يباوع بوجهك، يقول لك إيه، إذن هذا تعبير، بدأ يريد يحكي وياك، يريد يحكي زين، ما بدأ يطلع أصوات، قال إيه والله يطلع أصوات، بس شنو الأصوات بعدها ما مفهومة، إخراج الأصوات هو محاولة التعبير. إذن أنا ابني إذا بدأ في تحسن اللغة التعبيرية بأي صور من صورها، فهذا معناه أن الطفل ده يتحسن
في اللغة التعبيرية صارت عندنا تحسن في اللغة الاستقبالية والإدراك، وصار عندنا تحسن في التعبير بكل صورة، سواء كان التأشير أو الكلمات، زيادة المخزون اللغوي، بدأ يتكلم، بدأ يربط الكلمات إذا كان في مرحلة إنه يعرف الكلمات لكن ما يربطها، يبدي يربطها، يقوم يسوي جمل، يبدي يستخدم أيضا يخلي جمل بها مركبة بها ثلاث أربع حركات. إذا التحسن في اللغة التعبيرية ممكن ليس بالضرورة أن يكون تحسن في النطق، وإنما قد يكون تحسن في قدرة الطفل على أن يفهم الأب ما يريد، سواء كانت في الكلمات أو بالإشارة أو بالنظر أو برغبة التفاعل أو بالإشارات أو بأي شيء. المهم أنت بديت تشوف ابنك بدأ يتفاعل معك، بدأ يفهمك وبدأ يفتهم منك، فتضع أيضا نسبة لهذه اللغة التعبيرية اللي تحسنت كم ارتفعت في المقارنة مع الشهر الماضي بعد ما بديت أنه تعالج ابنك وربطت بين التدريب وبين المكملات والمحسنات اللي اتكلمت عنها. زين، بقى عندنا الشغلة الثالثة اللي ممكن أن تسأل عليها، هي رغبته في التداخل الاجتماعي. ابنك بدأ يحب يجي على الأطفال، بدأ يعني ابنك يعني يفرح عندما يلتقي بالأطفال، الرغبة اللي موجودة في التداخل الاجتماعي من يجون ناس، بدأ يتفاعل معاهم، بدأ يلعب مع الطفل، بدأ يشارك، بدأ يعني يحاول أنه يعمل يعني الأشياء المطلوبة معاه بالطرف الآخر، يعني هناك تقدم فيما يقص رغبة الطفل في التفاعل الاجتماعي مع الأطفال الباقين أو مع الأهل. فهذه أيضا نقطة تقدر تقول إيش قد بدأ يصير الابن متحسن اجتماعياً، عنده رغبة بأنه يذهب إلى الطفل الثاني، أن ربما يشاركه، طبعاً يبدأ بتدريج. إذا التفاعل الاجتماعي جداً مهم أيضاً وحيوي بالنسبة للتقدم، ونضع له نسبة أيضاً. النوم، الطفل الحقيقة بصورة عامة طفل التوحد نومه صعب، إذا ابنك يعني تحسن منامه ورغبته يعني صار مستقر بالنوم، ينام بالليل بساعات جيدة ويكون نومه عميق وجيد، طبعا هذا تحسن إيجابي. ممكن يكون ابنك من البداية نومه طبيعي، لكن إذا كان نومه خفيف وتحسن فهذا أيضا من التحسن، ممكن أن نعطيه نسبة. بعد ذلك الحركات الدقيقة، ابنك يعني مثلا لاحظ حركاته في الشهر الأول، مثلا مسكته للملعقة، مسكته للقلم، الحركات الدقيقة يعني تقلب أوراق إيده، هاي اللي كانت هل كانت سابقا فيها صعوبة في الحركات الدقيقة وصار عندك تحسن في الحركات الدقيقة، هذا التحسن أيضا تضع له نسبة. بعدين الحركات الخشنة أو الكبيرة، مثلا البايسيكل، ابنك بالبداية كان يستطيع يفر البايسيكل، ورا شهر من أعطيته المكملات بدأت الدورة مع البايسيكل تجي بيده أسهل، حتى لو تحسن خفيف لكن هو تحسن بنفس الحمد لله عودة جيدة. فإذن الحركات الخشنة بمعنى أنه البايسيكل بدأت فرت رجل البايسيكل تتحسن إذا تقارنها قبل الشهر اللي ما بديت به، بدأ الطفل يعرف يركل الكرة، يستطيع أن يناولها، يستخدم قدمه في الحركات. إذن هذني كلهن تسأل عليهن. هناك أمور أخرى أيضا يجب أن نسأل عليها، مثلا السلوكيات المخربطة، الطفل بعده محرج إليك، الطفل بعده يعني عشوائي، مؤذي للذات، يعني عنيف، أجرسيف، يعني عنده عنف، هذه الأشياء كلها مهمة جدا في عندما تقيم التحسن عند الطفل. فإذا بدأ الطفل يكون هادئ مستقر، فرط الحركة عنده قليل، يكون مثلا مو مخربط، يعني ما عنده سلوكيات يخربط فيها، هذه كلها علامات تحسن. فإذا طبعا بعدين يجي النتيجة الكبيرة اللي هي الكلمات، اللي هو التحسن في النطق، في الكلمات، في الجمل، هذا التحسن اللي يصير في النهاية اللي تشوفه ابنك قام يتكلم أكثر من الطبيعي، بدأت المفردات تزيد، بدأ يستطيع أن يوظف
اللغة بعد ما كان يستخدمها بتكرار أو بنوع من الإيكوليليا. فإذا ابنك بدأ يتحسن هنا، من تجي تقول لي ابني أنا تحسن 10 و20 و30 و40 و50%، إذا أخذت جميع هذه المعطيات ودخلتها وطلعت لي معدل عام في التحسن، طبعا راح نكون رأيك دقيق ويؤخذ به. أما أن تقول لي ابني مثلا ما تحسن لأن فقط أنه الكلمات اللي صارت عنده قليلة، بس هو التحسن قوي بالذكاء، تحسن قوي بالذاكرة، تحسن قوي، ها نسينا نحكي الأمعاء، الأمعاء الإمساك إذا زال فهو تحسن رهيب ومهم. التعلم التواليت علامات جدا، مثلا بدأ ما يخاف من التواليت، بدأ يطيع من يدخل، بدأ يستشعر الحاجات ويريدها، هاي كلها أمور مهمة في تقييم التحسن. الشهر الأول ما يحصل بعد استخدامنا للمكملات بصورة سليمة برأي طبيب، عندما يا أبويا راح تقلك هنا، عندما يعني تستخدمها أول ما تتحسن هذه الأمور، الأمور الأخرى تحتاج صقل زيادة التدريب لإخراجها. اليوم المكملات وغيرها من الأدوية تجعل الدماغ قادر على أن يستوعب المعلومة بصورة أسهل، لكن المعلومة لا يمكن أن تخلق خلق، المعلومة تأتي بالتدريب. فلذلك إرفاق وتركيز التدريب أثناء التحسن يجعل التحسن أكثر وضوحا. والحقيقة مثل واحد أعطاك سيارة، يعني أنت وإذا أعطاك سيارة يعني أنت إذا ما تركبها وتمشي ما تنجز المهمة. نفس الشيء إذا تحسن الدماغ ولم تضع له فرص تفاعلية فإن التحسن لا يكفي. إذا حاول أن تسقل وتستفيد من التحسن بإكثار التدريب التفاعلي الممتع، وبالتالي تثبيت المعلومة الجديدة بدل المعلومة الخاطئة السابقة، وربط الخلايا العصبية بما يسمى التشابك الجديد اللي هو نيوروجينيسيس حتى نوصل لما هو الريدة. هكذا يجب تقييم الحالات. وطبعا احنا الحمد لله والشكر الكثير من الناس اللي يستفادون عندنا. من هم أكثر الناس فائدة؟ يعني لو نقسم الناس اللي يستفادون 70% والله هيدا يصير عندهم فائدة جدا واضحة، طبعا 30% يصير عندهم الفائدة أقل. الناس اللي يستفادون بصورة أقل في الغالب هم الموروثهم جيني عالي، ويكونون عادة عندهم ما يسمى بالتوحد الكلاسيكي الشديد، يحتاج لهم توليفات قوية من الأدوية، ويحتاج لهم أيضا تدريب بعد أقسى. فلذلك من يكون الطفل فيه طيف وتوحد كلاسيكي شديد تتوقع أنه نسبة الاستجابة أقل للمكملات، ويحتاج أيضا إرفاق أدوية أخرى، ويحتاج إرفاق تدريب شديد حتى نحصل تحسن. ولكن بكل حال من الأحوال الجميع يستفادون، طبعا إذا صار توحد شديد ويا متلازمة أو ويا مشاكل كروموسومية، هنا راح نوصل إلى مشاكل بعد أعقد. ولكن لا يوجد يأس، الفرص في أن يتحسن موجودة، راح تحتاج وقت أطول، نحتاج محاولات مكررة يجب الصبر عليها. أتمنى أكون فدتكم في هذه الخاطرة الصباحية، وأراكم بخير في أمان الله.